تقول من عدى ما هو بسحر البراقع واللي ثموى العبيد. لو انك منشدي انت وسالم لو اعطاك ربي الصوت الله يحطني معه. ليه؟ ما بيصير اكل بسراي انا ما بيصير منشد يا اخوي. هي غصب. لو ربي اعطاك صوت ما قلت غصب. ليش ما تبي تصير منشد؟ خلاص خله انا مسوي. ما بصير منشد. طيب ليش تسكت على منشدي؟ ما بصير منشد. طيب ليه؟ لو الموهبه ما هو بربي اللي يرزقها. انا خلاص لو ربي اعطاك لا لو افتراض انا ما احب الافتراض خلاص شايب. طيب لا لا لو عطاك ربي موهبه الصوت من المنشدين اللي على الساحه تتاخذ صوته؟ نواف منصور. نواف نواف منصور نعم. من المنشدين المشاهير كلهم نعم نواف منصور. ها يستاهل منصور. اسكت يا عيال قوموا. اسكت اسكت يستاهل والله. تعال مو يا غمر خالد تعال خلينا نكمل فقرتنا. تعال فقرتنا تعال 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 يا اخوي عندي فرضة حركة. تعال استريح يا ولد. شوف شوف صل على النبي. لا تقول فقرة قل سوالف. سوالف هي ما هي فقرة يا اخوي. وانا ما قعدت جبت هذا وقلت انا ناصر سعد. وش فقرة؟ اسمع ما هي فقرة. ها وش اول شيء شد العصبة. شد ثاني شيء تراه شماغي وتراك بتكويها اليوم. لو منصور لو منصور اسمع اجحدها دي وقاطع كلامك. اسمع اجحدها. اسمع تخيل سألني مشعل قال لو انك تتمنى صوت منشد في الساحة في السعودية كلها قال صوت لو منصور. والله اني صادق وانت ما انت موجود ذكرتك وانت موجود. طيب اسمع اول شيء يا ولد شدها كذا يا راح لك من اصبع بالحياة. ها احسن تطلع شكل مرتب. اسمع طيب استاذ اخوي استاذ اخوي في يوم خروجك من البرنامج جاك غار وانت نايم. انا كنت خابر الشيء هذا. إيه؟ كنت راقد. وش ردت فعلك؟ ردت فعلك ما تهمني بس عاينت في الجوال اقول لك انت صاحي يا اخوي انت راقد هنا يا تقول انا ايش اسمه انسان من سدح راقد وجاك خبر اقفال القناه. وش ردت فعلك؟ ما وش هتعمل يا برو لو انهم ما رجعوا القناه؟ لا والله كنت متيقن متيقن يعني وش يعني مو من بالرجعه مو من بالرجعه اي والله بالله ومن صبر لا انا كنت انت عيونك ما طلعت كذا كيف اسلم عيون شيا لا اسلم اسلم مرقت ما لها دخل مرقت عيونك كذا كيف هي كذا صغيره لا ما هي صغيره ما دخلت صغيره ها دخلت كذا نازله كذا دخلت انت كذا يا اخي عيونك عيونك هذه عيونك ذي اللي جعلها العماء. استغفر الله واتوب اليه. استغفر يا مسلم استغفر الله جايتن كذي هي كذا خلقه من الله كذي يعني ما هو عمليه عمليه محرف عيونك عشان تقول ام العيون التي في طرفها حوار احرث شو يعني تحرث وش تحرث انت تقول عمليه اسوي عمليه ليه محول عيونك. طيب الحور ترى من علامات الجمال. انا حور الحين نرجع ايه في دمك والله ما ادري يا ولد سو كذا يا انظر فيني ها في دمك حور لا ما هي في دمك لا صدق صدق والله خذ بعيدا عن السوالف ذي كلها لا والله صدق والله اني يا ولد بالله خليك انت يا اخي جرب انك تصير مقدم وسالني اسئله يلا مقدم يا جرب. السلام عليكم عدل امورك خليك رجال ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها. اسعد الله صباحكم جميعا. اليوم معنا الضيف الجميل ناصر بن سعد. يا حبيبي يا خالد وتشرف جدا باستضافتك لي وشكرا لك. وش حاب تقول يا ناصر بن سعد؟ وش حاب اقول؟ تكلم تكلم قدمت؟ اوكي. باذن الله ان نطلع في هذه الفقره اللي انت مسويها كمقدم وهذا اول ظهور لك كمقدم ان شاء الله نطلع بالشكل الممتاز ونجاوب على كل الاسئله اللي انت تسالها بشكل جميل جدا. نعم. ونكون صريحين معك. هل تمنى. ناصر نبدا بالسؤال دايركت؟ على طول يعني شغلك عدل يعني شغلي حاضر. هل ناصر بن سعد تبي شيء محرج؟ اسلم تبي شيء محرج؟ والله عادي والله اي والله. هل ممكن يا اخي انا انسان اذا قدرت اجاوب خلاص تعرف تجاوب. اسلم هل ناصر بن سعد يتقبل الجميع في النسخه؟ جاوب تقول يلا تقبل الجميع متسابقين اي تتقبلهم كلهم اي نعم كلهم 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 هذا والله من طيبك يا اخي
يا اخي دقيقة، المحترم يفرض عليك احترامه. عندك الربع 27 رجال، قعدنا معهم 30 يوم. بصراحة. لا مشاكل حصلت، ولا امور حصلت فعلية جدا، وان حصلت كبوت حصان بين اخوان. اكيد تدري ان الاخوان. حليناها بيننا وبين نفسنا، بدون تدخل احد. فاللي انا اشوفه والله انك من اخوان. اسلم السؤال الثاني انت. بعلق بس بوضح النقطة نقطة. انت تعيش في مكان بدون جوال ومقابلين بوجه بعض. انت في البيت الحين قابلين وجه بعض. اي في البيت مع اخوانك بالله ما تجي مشاكل تسالفون؟ لا انا اهلي ما يصير. لا صدق اخو لا تتكلم بواقعيه والله يا ناصر. ما اتكلم بواقعيه اهلي ما يصير. السهبل يا ناصر ما تطالب اخوك؟ لا انت اخوك منصور ما تطالبون؟ شوف اخوي منصور ما هو انا ما اطالب انا يضربني اخوي منصور. خلاص انا احنا بنضارب. بس انا ما اتضارب. لو حصل لو حصل لو حصل يوم من الايام تضاربنا ها تصافقنا انا وياك يا ناصر يساعد. طططط 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 جينا بعد ساعه تسامحنا. صح عادي. انا اشوف انه عادي جدا صحيح. يعني مقابل يجيبها انا طبعا بفضفض. طيب فضفض صدق انت جبت المحور هذا وانا انسان متأذي وجدا بعد. ليش متأذي؟ انا اعلمك انا انسان شاب في بدايه العمر كان اخوي يضربني يا خالد وانا انسان صدق انا تأديت من الشيء هذا. انت مرات تشوفني كذا ألدع اسوي زي كذا صح؟ ترى من اخوي ترى لان كان يضربني فصار عقلي. تلف الدور ما لف ودور يعني يضربك باب الطاقه. والله ما يضربك من باب الطاقه. شفت الاخوي والله ما يضرب من باب الطاقه. انا كان يلمخني تلميخ بس اني استحق التلميخ. استحق الكفوف اللي جتني. دقيقة. استحق الكفوف. يا اخي اسمعني التربيه عندك ابوي الله يخليه لي ما يقصر معي. ابوي الرجال وش نظامه ودك انه يضربك ولا يتكلم. اي والله كلامه حاد ابوي الله يخليه لي. المهم ومنصور يا اخي منصور مره منصور ما يتفاهم والله العظيم اخوك كبير هو. يا اخي انت تخيل انك انت رجال طالع من حادث. تدري انت صادق ثابت الوالد ابى اعلمك. اي والله ابو سعد صحيح نعم انا اعلمك. انا رجال طالع من حادث توني صادم في سياره بس انا انسان ضعيف صغيرون عمري 15 سنه سرق الموتى والله انك سارقه. استغفر الله والله انك سارقه. اجي اضرب كذا. شوف انا اعلمك يا طويل العمر الموضوع كله من بكره ابيه الى اخره. اخذت موت اخوي منصور وديت اهلي رجعت صدمت رجع جاء وضربني. يعني هل هذه صدمه قويه؟ حدث تتلف الموتر وكان عمري 15 عام. الحين منصور اخوي منه ضربني ليش ما جاني؟ قال الحمد لله على السلامه ومسح براسي كذا. ليه هو يضربني؟ انا انسان ابي حنيه. انا اشوف انه لازم تخيل اني اتلف موتر. انا تدري ايش اقول؟ انا سوري. انا ما له دخل. سوري لا ما له دخل. لا لا كوف لا يقول الحمد لله على السلامه يا اخوي افدا رجولك الحين. السلامه اخوي وموتك. انا انسان وطالب من موتك. كم قيمته طيب؟ وقتها 150 تكفى تستحق. منصور كفو يا منصور تصفقته. اسمعني اخوي منصور انا طالب من الوالد في هذا المنبر انه يستبعد منصور من العائله. ايش عنده بكاد؟ هذا ابوي هذا استبعد مره واحده لا شيء. انا استبعد اخوي منصور من العائله او يعطيه عقوبه. انا انسان انا بعد 7 سنوات من الحدث هذا الان ما تخطيت. انا اشوف استغفر الله والله ما تخطيت والله صدق. انا اشوف ان الضرب صراحه الوقت الحالي ما يصلح الضرب. لا شوف بس قبل يستحق. لا 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 احنا مسويين فيسنا وحنا انه قلت انا انسان جربت الشيء هذا. انا ما يصلح. انا ما تعدلت الا بالضرب. انت عاد انت شوف عمودك الفقري ملت وزي كذا. لا يا ولد تصدق قلت تخيل صدق خادع عيد تصدق احنا الحين فتحنا كتاب احياء. صدق بعلمكم معلومه انا شفتها بعيني. لو فتحت كتاب احياء وقعدت تشوف تعرف الفقريات ولا فقريات انت من ضمن لا فقريات. والله ما في والله ما في والله ما في صدق انت مثل الزواحف. شوف شوف ها تكفى يا ابو ما في تكفى يا ابو ما في صدق من الاولويه والله تنكسر خلاص. يعني انت تصنع من لا فقريات. طيب اسمع الحين يعني انت تشوف ان الضرب ما يعدل. انا شو يعدلني؟ انا اقول الكلام يعدل الكلام يعني بس اسلوب الطيب يا اخي. سلام عليك بس اسلوب الطيب تتعدل. علومك يا خلودي يا خلودي انا شفت منك الخطا هذا والخطا هذا ما هو بزين. ونعادها مره يا سلام تضربه؟ نعادها مره ثانيه ينضرب؟ لا اكرر عليها الكلام. الثالثه اكرر عليها الكلام. طيب انا بتشوف ولدي ان شاء الله من الناس اللي ما شاء الله. والله اني ظنيت انك بتصفقه. والله ظنيت انه بيطلع معقد. صدق اسمعني لا والله استغفر الله انا ضجه. لا صدق يا اخي بتكلم معه تناقش معه ليش سويت الخطا هذا؟ يعني مثال نقول ولدي سوى خطا ما صلى مثلا هو يقول علموهم على 7 واضربوهم على 10. عشر هذه في الصلاة هذه فرض.
كذا يعني مفصال الامور انك انت رجال خاطئ مخطئ هذا صلاه صلاه وقف ستوب اما غيرها غيرها ما شاء الله عليك تبيني اضرب الشيله اصلح جايب دم ياهو لا في منصور جوعاني ولد والله يمكن الامير ما جاب الحين ام منصور تسوقها يا منصور وين العشاء في دمك فيه لا بمنصور تكفى تخليه يقوم عاد هذا والله اني اثق فيه ثقه بجيب العشاء جيب لي معك والله اني اثق فيك الله يسامح يستسلم سذو يلتذو يلتذو في ذمتك يا قطوع يا قطوع موجود والله والله موجود اقول الديره لا لا موجود والله يا خالد والله والله اجيب هنا شوف ايش علومهم من اول ما نزلت من الطياره وهب هب البراد علي هب البراد وزانت نفسي هب البراد جينا الجنوب على طريق كتبت لي اربع ابيات ذاك اليوم يوم رحنا كنت ديار الجنوب رجالها يرفعون الراس طبيعه وجو ممتع ويشرع على الانفاس يشرح على الانفاس هل المنطقه راقين والمجتمع راقي وديار الجنوب رجالها يرفعون الراس مع طيب النبه والمرجله زين الاخلاقي تواريخهم ما هي بحبر على قرطاس ما ادري تواريخكم ما ادري مع كل الاشراقي وعلى طاري الفريس بخروش بن علاس هذا الاسم فعله في ذاكره العرب باقي هذا من فرسان العرب في الجنوب زهران شو اسمه بخروش بن علاس بخروش بن هل بن علاس بن علاس انت بغيت تقول بن هلاس نعم والله الله يرحمه الله يرحم الحي الميتين يا ايوه والله قلت له قلت له موضوع الطبيعه وين عجبتك ابها يا ابو عبد الله طيبه طيبه حين احلى لك يا سارة احلى لك انت حلين تقولها ايه حليل وجودي تقولها ما يداني اذا قلت له حلين كل شغموم ونشمي وابلج طخطوم مثل مجد ايش اسمه ابلج ترخومه هاي ايش شرك ولا ما ادري ابلج ترخومه وين؟ هي يقول ايش يقول؟ ابلجين طرخومة الماء لكن ايش معنى طرخومة؟ طرخومة هي اي 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 يعني انت سالم تقول كلام ما تدري وشو؟ كسوة الظاهر كسوة؟ طرخومة المجد هو ايش يقول اخر كلمة ايش؟ عنوانه؟ هي طيب كسوته ما هو منبعه انا وذا وشو على ايها تدري شو يقول الشاعر وش يقول الشاعر الشاعر وش يقول الشاعر من هو من هو علي بن حمري ايها يا سالم القارم يا شو تبي اساعدك اخ انا كيف 90 يوم بقابل هذا شرب ساعتك شرب ساعتك كلم شرب ساعتك وكفو واجتاح احنا نقول لك نهرج دائما نهرج عنا في الحر يقول ابن جدران جعله في الجنه يلا جعله في الجنه خلنا نخلي نهرج في موضوعنا اللي اكبر تسبني انا الله يكرمك نهرج في موضوع في ترق هوا تعبين ركبت في السياره مكيف زينه رحت للبيت مكيف غيرنا غيرنا من الناس والله ما اقدر اهلي اتمنى ان عمري ما يقع لا بيض الله وجهك بيض الله وجهك يا ابو عبد الله شف انا بعطيك قد قلتها للعيال بعطيك الملوك الملك اللي قبل ألف سنه مش احسن عيشته كل عيشته عنده مكيف؟ لا والله عيشته احسن عنده جوال؟ لا عنده قصر؟ عنده سياره ترفيه شيء؟ ما عنده اللي عايش هو ملك ملك هو ملك هذه 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 نعمه نعمه يعني على واحد انت لا تقارن نفسك
من هو اللي تقارن نفسك لا تقارن نفسك بالاساطير يعني الاعمال لا, لا 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 انا ما اقارن نفسي فيه انا احنا نرجع على ارض لا وكعيشة احنا 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 في التكييف هذا واحد من الشبان هذا واحد من الشبان يقول احنا عايشين في نعمه فايضه والله نعمه ما تبي الا شكر والله العظيم لكن من يشكر اللهم لك ربي يوزعني اللي يقول سفر ربي يوزعني اشكر نعمتك وفوز برضك رب يا وزع لا ابن جدران جعلها في الجنه يقول أبيت الله وحبها وحب لحنها يقول ليتني مثل النخار سالم فكري جرك والله ما ضحكت انا داخل انا كيف بقعد اغني بقعد اسولف خلاص غن غن الله يوفقك ابعاين في المزهريه ذيك اسلم ليتني مثل النخار ايه ليتني مثل النخار ما يجيب الا تمر ذكرت ايام القصيم يوم تغني انت وخالد ليتني مثل النخار الله ينكب عدوك نكبتنا وين الله يوفقك بحاول اغني بحاول اغني حاول فخر محاوله هذا يقول ايه ليتني والله يمكن يشوف هذا خلاص يا رجال بصمه بصمه خلاص قول ليتني مثلا نخل بطالع ناصر بطالع اعطي وجه لجدي ناصر دقيقه خذ نفس شهيق وزفير شهيق خلاص انا يا سالم والله اسلم يا اخوك خلصنا انا ترقبها يا رجعت ارقبها رفايف ابشر اول خلي تروح عيونك ثم اخذ لي ما وجهك انت تقول اخذ لي ما وجهك الله يحفظك جعلها ما تبنشر مرحبا يا ابو عبد الله اسلم ايها ليتني مثل النخل ما يجيب الا تمر لاجل ما يزعل علي يا فلان ولا فلان ادري ان الوقت حوج والدنيا ممر الأصدقاء ما تذكر إلا لحاجة الزمان أحد اللي جيت عنده ثمانك عن عشر أحد اللي جيت عنده غدت عشرك ثمان يا الله الله يغفر لبن جدلان الله يرحمه ويسكنها الجنة أقول لا طرف الليل لا طرف الليل ولا اشواق قامت تزيد سكت المشاعر على دربه ووجهتها الجادل اللي تمشى حبها بالوريد قامت تدلع على قلبي ودلعتها بعدت عنها وراح الوقت فيني بعيد وسرتني اشواق قلبي لين كلمتها قالت هلا بك وسمعني جديد القصيد وكل القصايد على مطلوبها قلتها قامت تسولف وانا معها على ما تريد لو قالت الشمس تشرق غرب صدقتها غرون عليها الجمال اللي يذيب الحديد يذوب قلبي عليها كل ما شفتها تزعل وراضي وطعم رضاه شيء فريد وانا علشان طعم رضاه زعلتها لهب برد الشتا سلام عليكم الله لسانك صح لسانك ابو سعد الله يسلمك وطول بعمرك شو يقول لو تغرب مدري شو يقول شرق شرق صدق شو اسمه قامت تسولف وانا معها على ما تريد لو قالت الشمس تشرق غرب صدق صدق الله يصح لسانك صح الله قم صبر قهوه صبر قهوه والله اني قدامك يا اخي يستحق اخويك رفيقك اول واحد دخل معك تحدي يكسر الخاطر والله حرام انظر فيني وجهي ما تقهوى ضعيف والله اني ما اكلت شيء ترى ما اكلت الا الصباح والله اساس اني ميت بسم الله عليك هو ترى تشكالي لا تشك لك ايش اللي يقول لك ايه ناس لا تشكي لي ايش يشكي لي يبكي لك لا يا غبي مثل قاعد يفكر شككني ما تبي ذي اللي يجي والله ما قمت لك هناك لو ايش لقات همه لو تشرق غرب وصدقتها والله ما بالله اقرب يا ويل بسم الله ما شاء الله تبارك الله الله يخلي لي امي وابوي ويطول بعمارهم قاعد اتكلم عن نفسي انا قاعد انا قاعد انت قاعد اتحدث لا انت ناصر ما انت قاعد
جوز سلمان. انا قاعد اتحدث عن عمري فاتمنى انك تسمع لي. انا قاعد اتحدث ناصر يرحم امك دخل العربيه الفصحى. انا قاعد هذه عاميه اتحدث. تبين نهرج فصحى ندخلك من هنا ونطلعك من هنا يا ابو. يلا تكلم فصحى. اي ما دخل الفنجان. ناصر كيف حالك يا اخ العرب؟ اخ العرب رد ينقد. أصبر أصبر. أنا قلت لين 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 يجوا العيال. يلا يلا كيف حالك يا أخ ناصر؟ إنني بخير. من أين أتيت اليوم؟ من الروم. من أين؟ من الروم. أين؟ لقد من الروم. الروم؟ نعم. لا جاوبني بصراحة، قل أتيت من بيتنا في الحي الفلاني. حلو سولفوا كانكم بحياتكم الوطنية. نعم نعم نعم. هي اللي تجيب تفوق. أنا ها مسلم مسلم. هل تستطيع أن ترد علي بكل فصاحة وطلاقة؟ أنا رجل عربي وأتحدث اللغة العربية بفصاحة لأنها لغة الأم. طيب فلا تشكك بذلك يا لا تشكك بذلك يا أخ العرب. الله لا يوليك أمر مسلم. ها يا للهول، إنه يتحدث اللغة العربية. انظر ماذا حدث. هل أنت أحمق؟ ماني بأحمق. ماني فقرة. طلع الموش فقرة. ولد ايش قوم وجهك مخروش. طلع الموش. ويش؟ طيب الطاولة هناك ويش؟ ها هي استقبال. حلو تستقبل خالد. من هنا؟ ليش من هنا؟ ليه؟ كانوا ويانا وقت العيد. كانوا ويانا وقت العيد كل نضرب شن نفسه. خلينا نقوم بس النار. ارحبوا يا رجال ارحبوا. الحين على السوالف ذي والدنيا ما قاموا في حانه متعب. ما قاموا. قوموا يا رجال. الحين هو بيجي منا ولا منا؟ بيجي 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 رجال. قم يمكن 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 يمكن. ها ها سديد ناطح الصيحة بالصيحة. بيض الله وجه صحيح. ها اربط اربط راس ذي اربط راس ذي. سلم عبد الله نصدقك. هذا سلم. افا يا ابو عبد الله. افا يا ابو عبد الله. ارحبوا يا رجال. افا يا ابو عبد الله. ارحبوا. انا قلت احبوا صور مثلي. اجلس عبد الله. تابع حكى الشنار انت كم اجلس. احبوا واحد من اخويانا جاء. ارحبوا يا رجال. اجلس اجلس بس اجلس. يا رفيق ما عليهم جاي سيال سكو. اجلس اتسب عليك. انا كبرك اتسب عليك. اتسب لا تثبطي. فكرك 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 لخه. لا تلخني. لا تلخني. طلع من اسلمي. يا ولد اللخي. يلا لخك. اسف اسف لخني. يبي موه يبي موه. اجلس اجلس تعال عبد الله اجلس. كفو كفو كفو. اجلس اجلس اجلس. استرح 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 استرح. يا لا 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 أسلام. ونعم والله يا ابو منصور عليك زود. والنعم تستاهلها في وجهك وفي قفك. عليك عليك زود. ايه اللي بوجه عليها الحصان. ها فهو ونعم اللي هو حصان. لا اللي ما توجه عليها من انت تدعو عصاتك يا ابو عبد الله اللي توجه عليها. واللي ما توجه عليها حصان. انتم انتم قول وقف. شو وين يدو؟ اقف ما نشوف يعني. يلا يلا سرعة. لا تقف. الله شرب ساعتك. انا والباقيين اركض اركض. وجهك كسعد وراس كسعد. هذا حصان يجي. ابو عبد الله والباقيين. ابو عبد الله الباقيين انا اوجهها لهم. الله يسلمك يا طلبه. الباقيين مهم. سوي نفسك بوكات تكفى. هي سوي نفسك بوكات. يلا الباقيين وش فيهم؟ لا اجلس. والله انا اكتب لك يا ولد. ابروح انا. طيب لا اجلس. اشرب ماء وجهي. لا لا تشرب ماء. ماء اشرب شو اسمه شاهي. شاهي اشرب شاهي اجلك. يا رفيق العمر دام دام. ارحب
ارحب ارحب يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا وراء العلم الطيب وراء يهبة الريح الكرامة وصاح العلم الطيب يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ابو عبيد خلنا نقلط يا ابو عبيد ابو عبيد لا تجرى العشاء وقف بيض الله وترامى ارحب ارحب سلم ابو عبيد سلم ارحب 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 صح عمر ارحب على بالحامل والمحمول على بالحامل والمحمول حبيبي سلم سلم انا بالحامل خلاص سلم سلم ابو منصور بالله حبيب حبيب طيب هناك ايش الجوع ذا تعال كل تعال انا متعشي